قانون ساز کنیم از دهقانون هر جای که بخواییم. الازدحام المروري مشكلة مزمنة هنا. إذا كان مفترضا أن يستغرق منك مشوار ما 10 دقائق، فهو يحتاج حاليا إلى أكثر من 40 دقيقة، والحكومة أغلقت معظم الطرق لأسباب أمنية، والطرق الحالية لا تتسع لهذا الكم الهائل من السيارات والأشخاص. ليس لدي مال لأشتري سيارة أخرى. يمكن للسلطات استبدال سيارتي بأخرى مقودها يقع جهة اليسار. أعتقد أنه يجب أن أخضع للقانون مثل الجميع، لكن ما بيدي حيلة.